المشاهد الكريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مباشرة مع يمكن الحكيم في بيتك، ويمكن نحن طيلة هذا الشهر الكريم كما أسلفت في سابق الحلقات نتحدث عن مشاكل الجسم بصورة عامة، نغوص في دهاليز المرض، نحاول نستكشف العلاج والوقاية، وإن شاء الله فيه خلال هذا الشهر كما عودناكم في المواسم السابقة يمكن الموسم الثالث يوميا في رمضان الرابعة عصرا للخامسة عصرا، ويمكن بيكون في عادات يمكن بعض ربات البيوت بيشكوا من انه مواعيد البرنامج بالنسبه لهم مناسبه، بنحاول انه نرضي كل الاطراف، لكن يمكن ده الموسم الثالث دائما الحلقات بتكون الساعه الرابعه عصرا. حبابكم عشرة، واليوم يمكن واحده من المشاكل او من التفاصيل المهمه هي القلوب التي في يعني دائما القلوب دائما ما تحدث عنها الشعراء، والقلوب دائما ما هي دائما يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ودائما بيقولوا يعني في تفاصيل كثيرة القلب دقة ومركز التفكير هل هو في العقل أم في القلب، كلام كثير جدا لناس القلوب ويعني أخصائي القلوب. اللي سعيد جدا أن تكون معنا واحدة من اختصاصية الباطنية والقلب، أختنا الدكتورة سارة محمد موسى. حبابي الدكتورة سارة، أهلا، سعيدين بيكي ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم، أهلا بيكم وكل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله اللي نتكلم عن حاجات شايعة في أمراض القلب والصيام. تمام جدا، الناس زالت على جهة تصوم ولا ما تصوم وتفاصيل كثيرة. الناس محمد محمود، يا ريت الليلة لو فتحت لنا التلفونات عشان الناس تسأل الدكتورة سارة، الدكتورة سارة قمت تجاوبهم. حديث طويل جدا في مشاكل القلب. طيب دكتورة سارة، يمكن القلب وعاء، والقلب هو يمكن هو موتور الجسم كله، وفي تفاصيل كثيرة جدا جدا. الليلة لما نيجي أتكلم عن دارين نتكلم الليلة في الحلقة دي عن كلام عام عن مشاكل القلب ورمضان، منو اللي بيصوم منو اللي ما بيصوم، شنو هي المشاكل الأكثر شيوعا في القلب عشان الناس ما فتح عيونه، وزي ما بقولوا بعض مرات زول قصة صغيرونة كده يقول لك والله عندي مشكلة في قلبي. تفضل دكتورة سارة. صراحة الأمراض بتاعت القلب تحتاج مننا وعي تجاه حاجات كثيرة، لأنه فيها زي ما قلت أنت هو المضخة للجسم كله، مضخة الموية أو الدم. المريض بتاع القلب بيكون متخوف من أنه هو يصوم وعنده كمية من العلاجات، عنده مشاكل مع السوائل، عنده مشكلة، بتكون دائما أمراض القلب عندها مشاكل مع أمراض الكلى، فبيكون عنده تساؤلات هل أنا أصوم ولا ما أصوم. زي ما عارفين أنه الصيام هو يعني شعيرة دينية فيه روحانيات، أكثر الناس مرات بتصر أنها تصوم وهي ما عندها المقدرة على الصيام، أكثر من إنه هو الحاجة دي فيها فائدة ولا لا. والصيام في الأساس هو فيه فائدة أصلا، ما فيه فائدة كبيرة جدا، حتى الإنسان بيحس إنه هو جسمه تغير، حس براحة، حتى مرضى السكري مرضى الكلى كل واحد عنده زي ما تكلمت في الحلقات السابقة إنه يصوم أو ما يصوم. في ناس بيحس بارتياح كبير جدا، وفي نفس الوقت بيكون في ضرر على الجسم. من الناس اللي يصوم؟ منو اللي يقدر يصوم؟ في عدد من الناس نحن مسموح لهم يصوموا مباشرة. مثلا نحن في الصيام بنتخوف من مثلا الجفاف الزايد، بنتخوف من السوائل الزايدة، بنتخوف من الأكل الكثير بعد الإفطار، إنه الزول يفطر يعبي معدته تماما، دي الحاجات اللي بنخاف منها، يشرب سوائل كثيرة بالمساء، بنتخوف من الجفاف أثناء النهار، دي الحاجات اللي نحن بنخاف منها. كيف نحن نتفادى الحاجات دي؟ ومنو المسموح له اساسا يصوم ومنو ما مسموح له يصوم؟ المسموح لهم تماما انهم يصوموا وفيه المشكله اللي هو انه الزول ياخذ سوائل كثيره ولا ياخذ سوائل قليله، اخذ سوائل كثيره حيحس بضيق في النفس، السوائل قلت مع العلاجات اللي هو بياخذها الجسم حيبدا يحس بالجفاف، مشاكل الكلى تتفاقم، يبقى الناس اللي عندهم قصور في عضله القلب نسبة العضلة تكون 35%. طبعا
اغلب العيانين عارفين يعني شنو النسبه بتاعت العضله، فهو الاجكشن فراكشن. الاجكشن فراكشن كل العيانين عارفين الاجكشن فراكشن بتاعهم. اول ما تساله انه انت عضلتك دي شغاله مثلا بنسبه كده، ما مفروض تصوم، اللي هو 35%. معلش دكتور ساره، انا حوقف في الجزئيه دي عشان الناس اللي تعبرونا. انا دايما بحب انه المريض السوداني او الزول اللي بيتلقى البرنامج ده انه يفهم التفاصيل. فهمك لتفاصيل المرض ده نصف الطريق للعلاج. يعني شنو الليله لما نجي اقول ejection fraction يعني شنو في انتوا عندكم في القلب، والنسبه دي ممكن تصل يعني الطبيعيه كم وممكن تنزل لي كم، وبتين انا بقول والله يا اخي النسبه دي لا على دي نجيب في احنا نجيب فيها. سؤال جميل صراحة، لأنه أغلب الناس عارفة يعني شنو نسبة العضلة، ولما نقول لهم النسبة كده بيفتكروا أنه النسبة دي بسيطة والنسبة دي ما. طيب العضلة هي المحرك الأساسي للقلب، وتقريبا كل مشاكل القلب بتنتهي بالعضلة، يعني المضاعفات الأساسية لكل مشاكل القلب هي العضلة. فعشان كده الضعف بتاع العضلة هو المرض الأساسي اللي بتحارب كل أمراض القلب، بنحاول نحارب ضده إنه الإنسان ما يحصل له أي نوع من القصور في عضلة القلب. عضلة القلب أساساً تشتغل بنسبة 60-70%، دي النسبة الطبيعية. 60-70%. دي النسبة الطبيعية. ما في أعلى من كده؟ لا ما في أعلى من كده. يعني 60-70. ده تكفيل المادة. خلاص كده كده قفلتوها. ما في حاجة اسمها 100، لأنه الناس بتعتبر 60%. ممكن تكون في 70 في 80 في 90. لا أكثر حاجة 60-70%. ده للزول اليانج ولا الرايت شنو؟ ده لكل الأعمار. كل الأعمار متساوية. حتى الأطفال؟ الأطفال يتكلموا عن نقص الأطفال. طيب يعني ما معناه إنه المفروض تكون 80 أو 90، لا. بمعناها شغالة بشغل زايد عن اللزوم، في مشكلة. ده النسبة الطبيعية. الضعف بتاع العضلة بنقسمه إحنا لضعيف شديد ومتوسط. يعني في تفاصيل تانية لكن لا نحن ما دارين نتطرق لها. بالنسبة للمشاهد نحن دارين نعرف الحاجة المعقولة. أي عضلة تقل من 40% دي بنقول عليها ضعف شديد. في ضعف في عضلة. في ضعف في عضلة. إذا كانت من 40 فما دون. فما دون. بالنسبة لنا في الصيام 35 فما دون ممنوع تماما إنه الإنسان يصوم. يعني الحد المسموح به للإنسان إنه يصوم أكثر من 35%. تمام. ده بالنسبة للعضلة اللي هو دي نسبة ضخ العضلة للدم في الجسم، وتعتمد على حاجات كثيرة، على الضغط، على ضربات القلب إذا كانت زايدة إذا كانت ناقصة، دي حاجات أخرى تعتمد على العضلة. لكن عشان أنا أقول للمريض أنت عندك ضعف في عضلة القلب، دي النسبة المعروفة إنه هي منها خلاص أنت ما حتقدر تصوم. يعني في ناس طبعا أغلب الناس ممكن يكون 35% وما يكون فيها أعراض، ما يكون حاسس بأعراض، أو تكون أعراض خفيفة ويقول لك لا أنا ما يعني عضلتي 30% لكن انا ما حاسه بحاجه وانا عايزه اصوم وما في مشكله وانا بقدر اتحمل وكده. هي الفكره ما في انك انت ما بتكون واعي للحاجه دي، الجسم هو اللي بيحاول عضلتي ما حاسه باعراض والعضله نسبه العمل بتاعها اقل من 35%. لكن خلينا نسمع تلفون. الو السلام عليكم. انقطع الاتصال. محمد محمود نزل التلفونات بالنسبه للناس و التواصل بيننا وبينه في صفحتنا على الفيسبوك الحكيم مع دكتور وليد. طيب ها دكتوره، الاعراض شنو الاعراض؟ أيوة. اللي بيحس بها الزول. انت تكلمتي عن قصور في عضله القلب. أيوة. دي كلمه بمناسبه تخوف الزول. ايوه. قصور يعني حاجه نقص في عدم كفاءه او ما قادر تؤدي يعني وظيفتها بالطريقه السليمه. السليمه نعم. ممكن تؤدي لي للضيق في النفس، ممكن الضيق في النفس يكون بسيط، ممكن يكون شديد لدرجه انه الزول ما قادر يعمل الحاجات العادية في البيت، القهوة والشاي ويمشي الحمام. ده اللي هو الأعراض الشديدة. أو حتى وهو راقد في السرير يكون فيه أعراض. اللي هو دي أقصى مرحلة من الأعراض. أو يحس إنه في ضيق في النفس بيجيه بالليل، أو يصحيه من النوم، أو هو بقى ما قادر ينوم إلا في عدد كثير من المخدات، أو ينوم وهو قاعد على حيله. يعني يقول لك مثلا أبوي طول الليل مسنجر، بينوم وهو مسنجر. دي واحدة من أعراض الضيق الشديد في التنفس، نسبة لتراكم السوائل في الرئة تخلي الإنسان أول ما يجي يتسطح بيحصل له الضيق الشديد، فبيضطر إنه يكون قاعد عشان يتنفس كويس. وحصل اختلال هنا في السوائل ولا حصل شنو بالضبط؟ السوائل بتتراكم خارج الجسم، بتكون قاعده في الرجول بيحصل فيها تورم برضو. ايوه. والبطن يحصل فيها تورم. حتى ممكن الجسم كله يحصل فيه تورم يكون ظاهر، ومن ضمنها الرئه والبطن يكون جواها محتبسه سوائل، وبالتالي يكون في ضيق في النفس. يكون في ضيق في النفس. قحه بيكون في ولا
أحيي قناة البلد، ما شاء الله الاستديو جميل وكلهم جملاء جميلين، ونتمنى لكم التوفيق. يعني ما شاء الله قناة البلد قناة السودان الأولانية ومقدمة برامج جميلة جدا جدا. كتر خيرك والله يا يونس. التوفيق يا دكتور. كتر خيرك، شكرا يا يونس، وأنت صديق عزيز لهذا البرنامج. تفضل يا يونس. يا دكتور وليد، بالنسبة لناس الجاود، ناس الجاود بقولوا صوم رمضان. ونسمع تقول الزول اللي عنده جاود بأثر في القلب، هل الكلام ده صح ولا ما صح يا دكتور وليد؟ تمام. وبالنسبة للناس يا دكتور وليد اللي عندهم قلب، هل إنه كل زول اللي عنده قلب ممكن يصوم ولا ما يصوم؟ يعني بعض الناس بيقول لك أنا ما بعمل لي حاجة وصوم. بالنسبة للزول اللي عنده قلب ضعيف، القلب ده عنده مضاعفات ثانية غير القلب، ممكن يأثر في الكلى ولا غير ذلك يا دكتور وليد. ونتمنى لكم التوفيق ورمضان كريم، وإن شاء الله الأمة السودانية بألف سمة وأتم صحة، الشعب السوداني المسكين المظلوم الطيب ينعم بالسعادة والأمن واليوم. آمين. شكرا. الله ألف خير يا دكتور. شكرا يونس. شكرا شكرا، كتر خيرك، الله يديك العافية. طب نجاوب على يونس دكتور سارة. صراحة أسئلة جميلة من لا يونس أو... راجل بيسأل أسئلة. الشعب السوداني شعب مثقف جدا بالمناسبة. صراحة دي حاجة كويسة، بالذات إنه نحن طلعنا مثلا بنطلع دائما معلومات تفيد المريض تكون باللغة العربية، تكون بلغة مبسطة، حتى لو فيها حاجات ما مفهومة الناس تحاول تسأل عنها وتعرف معناها شنو الحاجة دي، حتى تسأل الطبيب بتاع اللي هي بتراجع عنده أصلا. صح. لازم تسأل، يعني دي ده حقك، يعني ما مفروض أنت لا أنا مش أشوف دكتور مثلا صغير او دكتور اساله من الحاجات دي، اسال طبيبك لانه هو المباشر، لانه عارف هو تفاصيلك اللي هو حيديك ملكك المعلومه الصحيحه. تمام. بالنسبه للجاوت، الجاوت طبعا بياثر في القلب، بياثر في الشرايين. الجاوت ده عجز تاثيره على الكلى قدر شنو، وتاثيره على القلب قدر على القلب. الجاوت بيعمل مشاكل في الشرايين، ما بيعمل تصلب في الشرايين. يعمل تصلب في الشرايين. أيوة. نعم. من الناس المسموح لهم انهم يصوموا مثلا اللي هم الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين لكن مستقره. يعني مثلا زول بتجيه ألم اللي هو بنقول على الذبحه المستقره، بتجيه ألم لما يبارز جهد كبير. يعني يمشي يطلع كم سلم ويتحرك حركه فيها جهد كبير، ما الجهد البسيط العادي، دي اسمها ذبحه مستقره، وده اللي احنا بنسمح لهم انهم يصوموا ما في مشكله. بالنسبة لأمراض القلب عامة الصيام فيه زي ما قلت فيه ضرر وفيه صلاح. تمام. الصلاح بيجي وين؟ إنه أول حاجة الناس بتغير عاداتها طبعا، منها السجائر طبعا، ده العدو الأول هو اللدود، التدخين. مشاكل القلب كلها تتحارب. شيشة كيف؟ كلها ممنوعة تماما، الشيشة طبعا أضرارها أكبر من السجائر. والتمباك؟ تمباك ما في، هو بالنسبة للقلب ما في حاجة دراسة معمولة واضحة تجاهه، لكن عنده مشاكل، عنده مشاكل الأخرى طبعا اللي هي غنية عن التعريف بالنسبة للسع والحجر، لكن المشاكل الأساسية عندنا نحن سجائر والتدخين. ده الضرر كبير جدا، فالإنسان يستغل الفرصة بتاعة رمضان ويحاول يغلع عن التدخين. مشكلته صراحة لو يوزنوا لك أي حاجة تجاه إنك تخلي السجائر، أفضل إنك تخلي السجائر. طيب الليلة لما نيجي أتكلم أنا الليلة، يعني إحنا نتكلم في بصورة عامة، لما نيجي أتكلم عن إنه والله يا أخي في شخص عنده قصور، قبل تكلمت عن قصور عضلة القلب، وقصور عضلة القلب بمعنى إنه الشخص عنده أعراض وعلامات، لأنه ده السبب الرئيسي بخلينا إنه أنا أقوم أمشي تجي. أسمع تلفونه وأرجع لك. يا لين إزيك؟ عليكم السلام والرحمة. رمضان كريم. الله أكرم. تفضلي حبابك، الله يخليك. طيب رجال الدكتورة. تفضلي. تفضلي. يعني بديني دقات قلب وكتمة بتاعت نفس ما عارف الحظ. دقات بتجيك مستمرة ولا بتجي وتمشي؟ ما طوال يعني مرة مرة، ولما نرقد كده علي يقعي كده بإذن في مكتومة. أها، ولما تقعدي على حالك الحاجة دي بتخف؟ بتروح. الضربات بتجيكي مع لما تبذلي جهد ولا بتجي براها وانت راكده في السرير؟ لما نكون باذله جهدي برضه. لما تكوني باذله جهد، حصل اغمى عليكي او وقعتي مع الدقات دي؟ لا ما حصل. بتعملي حاجه معينه عشان تروحيها؟ والله ما حصلت عملت حاجه. ما بتعملي اي حاجه مثلا تحاولي تجري نفس كبير كده، ولا تعملي لك اي حركه عشان مثلا توقف الضربات دي؟ سامعانا؟ الو سامعانا؟ قاعد تكون سريع. أيوة. الضربات دي او بطيئه؟ الو. طب نحن نجاوب اجابات عامه لان شكلها ما سامعانا كويس. فيما يختص الجزئيه دي برضه جزئيه مهمه جدا جدا، وبعانوا منها الشباب الصغار، وعندهم وهم في انه طوالي والله يا اخي عندي مشكله،
طب بعد القرب الطبيعية كم ممكن تصل لحد كم عشان أنا أقول والله يا أخي ما فيها مشكلة في زول قاعد مرتاح في بيته ما قاعد يعمل في أي مجهود؟ الضربات الطبيعية هي طبعا مدى ما في رقم واحد هي من 60 لحد 100 بالنسبة للمرتاح ما الزول الجاري أو المتحرك. تمام. طيب بالنسبة للضربات وكيف إنه الناس تقدر مثلا إذا في زول عنده تشخيص الضربات عندها تشخيصات كثيرة منها خلل في الضربات اللي هو بنقول عليها الأتريال فيبريليشن اللي هو زيادة الضرب الأذيني اللي هو زيادة الضربات في الغرفة الأذينية أو اللي هي لو جينا قسمنا القلب لغرف بنقول في غرف فوق الأذينية وفي غرف بطينية. تمام. في ضربات بتجي اللي هي فوق البطينية اللي اسمها SVT اللي هي دي دائما بتكون عند الشباب بتكون فيها ضربات سريعة ممكن تكون نفس أعراض لينا اللي هسه قالتها ضيق في النفس أول ما ترقد مع الحركة تجي وتمشي براها ما بكون فيها معاها أي عوامل بتاعت خطورة. طيب. عوامل الخطورة ممكن تكون مع الضربات شنو ممكن الزول يفقد الوعي أو يحصل له كلابس يعني يقع واحدة من علامات الخطورة أو يتشنج دي واحدة من علامات الخطورة مع الضربات في الحالة دي طبعا في كل الأحوال لازم الزول يراجع الطبيب عشان الطبيب يقدر ياخذ منه التاريخ المرضي التفصيلي لان الضربات ذاتها خشن بيوت يعني ممكن تكون انعكاس لامراض اخرى ما عندها اي علاقه بالقلب ممكن تكون مشاكل في الغده ممكن الحمى ما بتعمل ضربات شديده الحمى البسيطه دي ممكن تعمل ضربات شديده نعم في قدان السوائل العطش الصيام اخر اليوم الزول بيكون عنده ضربات التوتر البنك الغده اللي قلتيها ايوه الغده الدرقيه التوتر البانيك اتاكس دي كلها حاجات علاجات بياخذها الانسان الابيوز اللي هو الدرجز اللي ممكن ياخذوها الشباب دي كلها الناس المدمنين وكذا دي كلها تعمل ضربات ضربات فعشان كده التاريخ المرضي مهم عشان نشخص الانسان عنده شنو طيب في حالات الارتجاف الاذيني او الضربات فوق البطينيه اللي هم الاتريا فيبريليشن والاس في تي ديل امن جدا انه الانسان يصوم بما انه عنده علاجاته عارفه بياخذها كيف حنتكلم بعدين عن العلاجات وعن طرق اخذها فده امن جدا انه يصوم ما في اي مشكله ده من الناس ممكن يصوم برضو عندنا الضربات البطينيه الغير حميده لكن ما تكون حاجه مستقره غير حميده يعني شنو يعني ضربات بتطلع من البطين اللي هو الفنتريكل البطين دي شويه بتكون ممكن يعني تؤدي لخلل في الدوره الدمويه إذا كانت غير مستقرة يعني بتمشي وتجي بتمشي وتجي والإنسان مشخص بها وهو عارف مشى دكتور قبل كده وقالوا له عندك نقص ستين في تي أو الضربات ما مستقرة بتمشي وتجي ما مؤثر عليه وما بتعمل له وجع ما بتعمل له أي مشاكل ممكن يصوم بما أنه بياخد علاجات وعارف التشخيص بتاعه وعارف هو بياخد شنو ما في مشكلة تمام إلا إذا كان في عدم استقرار طيب. أو ما وصلنا التشخيص نسمع تلفون وارجع لك ألو السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بك حبابك دكتور وليد محمد سليمان حبابك عشرة والله معاك الحارس السعودية مرحبا بك يا الحارس ومرحبا بهنتي كيف أخبارك يا حبابك طيب كل عام وانت بخير وانت بألف خير وعافية يا رب كيف الأخبار رمضان كريم وصومكم على خير يا رب العالمين وانت بألف خير جارت نفسي الأعراض اللي هو بتاع طقات القلب بالإضافة لكده لما تكون عايز تنوم أو كده بتحيك زي اللي بيحصل لك إغماء مع النوم كده عرفت اللي هو قبل النوم مباشرة لما تحس بالنعاس الشديد بتحس بالنعاس بتحس زي إغماء كده يعني زي الإغماء بتاع بعدين يحصل لك زي قلعة كده اها وبتفتح بعد ذاك انت بتصحى كيف؟ بتصحى ولا بعد ذاك بتنوم طوالي؟ لا بصحى مباشر لكن بتكرر معي كم مرة حتى بعد ذاك تقدر أنوم يعني حتى تقدر تنوم بتحس بأنه في جوطة في الراس كده يعني الراس جاية يعني ما بتكون مرتاح بتحس بجوطة كده وقلق في الراس الشغل بتاعك فيه ضغوطات او والله نحن طبعا شغلنا هو الكمبيوتر طبعا اها حتى انت اي كمبيوتر بالنهار ما بكون عندك الضربات دي ما بتجيك خالص والله بالنهار بتجي بالليل بتجي لكن اغلب الاوقات لما تكون انت حاسب انك مجهد او مرهق
يعني. بتجيك دائما زي كانه بحفظ اغماء كده يعني، زي قبل النوم كده، حتى انت تصحى مخلوع يعني. بتجيك معاه خوف او احساس بالخوف؟ اكيد اكيد، بعدك تحس بانه في ضربات القلب زايده وكده يعني. بتروح براها ولا انت بتعمل حاجه معينه؟ بتروح براها. يعني غالبا اللي هو بتعمل تمارين التنفس دي اللي هي تاخد شهيق وزفير وكده هنا باستمرار. بتروح. اي نعم يعني ما هي ما بتروح 100% لكن بتقل وبعدك بتنوم يعني. بتستقر. مرحبا بك يا ام محمد، ازيك؟ يديك العافية يا دكتور وليد. حبابك تمام. حبابك عشر، أهلا وسهلا. يديك العافية إن شاء الله، الله يخليك. اتفضل يا أم محمد. اتفضل. أهلين. يديك العافية يا دكتور. لو سمعتينا من التلفون وبعدتي من التلفزيون يكون ممتاز جدا ونقدر نتواصل معاكي. الله أكرم يا ستي. تفضلي. يديك العافية إن شاء الله. يلا يا دكتور أنا بسأل، أصلا عندي ضغط قلبي كده يعني، حتى وأنا قاعدة كده لو ما عملت أي مجهود. لما بسمع انه هنا انا قاعده كده بسمع دقات قلب بعضي في عضاني. بتجيك براها فجاه يعني؟ حتى لو انا قاعده كده بدون اي مجهود بسمع عادي في عضاني دقات قلبي دي. هذا بتاخذ معاك زمن قدر شنو لما تجيك؟ ساعه، نص ساعه؟ لا بخمس دقائق كده، اقل من كده يعني. ما بيحصل لك معاه اغماء، انخفاض يعني، تحسي بعرق؟ لا يلا عندي اصلا انا عندي غده درقيه خامله. اوكي. بتاخذ علاج؟ معلش؟ نعم. تفضل. عمرك كم سنة وبتاخذ علاج ولا لا؟ 50. بتاخذ علاج للغدة؟ اي باخذ حبة 50 جرام. بتاخذيها الصباح على الريق؟ نعم. تيروكسين. اوكي تمام. 50 ملي جرام. 50 باخذ 50 ملي، عمري 50 وباخذ 50 ملي في حبوب الغدة. طيب كل سنة بيجي. وقفتي طيب. آخر مرة ولا مشغالة ولا يعني بتاخذي فيها؟ والله ما باستمرار كده يعني، مرة ما نحس نفسي تعبانة بقوم باخذها، ما باخذها طوالي كده بالمزاج. طيب عليك كيفك كده مع طيب بتفحص الغدة بتاعتك قاعد تتابعي ولا لا؟ والله طولت ما فحصتها، وبرضه عندي مشكلة في القولون، عندي مشكلة في التهاب الأذن الوسطى، بتعمل لي دي كلها طبعا ممكن تكون عندها. أنا عندي مشاكل كثيرة الحمد لله. ألف سلام عليك إن شاء الله، بس نحن حنديك نصائح بخصوص الغدة والعلاج بتاعها والضربات اللي بتجيكي. يلا انا مع دكتور وليد ده والله رمضان اللي فات ده كله بحاول اني اخش معاه، اصلا ما لقيت معاه عدد. الحمد لله ربنا وفقنا هنا سمعنا صوتك. لا حبابك والله حبابك عشرة. وفي موضوع الغده ده نديكي ان شاء الله اكون الدكتور الطيب بتاع القلب، سوري بتاع الغدد الصم، ان شاء الله نتذكر تقابليه وتتابعي معاه. ولو عندك مشاكل هسه طلعوا لك مشاكل بتاع الدوله الدكتوره ساره تشوفي. انا امبارح برضه حاولت اخش معاكم في موضوع الكلى، وما الكلى ده عندي حصاوي متكرره يعني كده. انت لك ثلاثه دكاتره مع بعض ما في مشكله. ان شاء الله انا والله بحاول يوميا اني اخش معاكم، لكن ما عارف لي فرصه. ما تكفي لي تحت اخونا محمد محمود، بس خدت لي تليفونك تحت ما في عوج ان شاء الله. ان شاء الله يديك العافيه. ان شاء الله ما في عوج حبابي. دكتوره ساره سيجاوبك. دكتوره ساره تفضلي. طبعا المريضه اختنا دي هي تقريبا 50% من المرضى السودانيين. ايوه. اللي هو اول حاجه عدم اهتمام بالعلاج، عندها كميه من المشاكل، هي بس دايره فرصه تشكيهم، لكن ما عايزه ما بيمشوا للزول المتخصص لكل مرض ويشوف الحاصل شنو، او على الاقل طبيب باطنيه عام يشوف الحاجات، ممكن يشوف الحاجات كلها مع بعض ويعرف يوجهها هي تمشي على وين. إصرارها على إنها تسمعك أنت الشكاوي دي صراحة مفروض تحل لها المشكلة، لأن هي لو أصرت على إنها بس تأخذ علاجها كان أمورها بتكون أحسن، بيكون ضابطة طبعا. صحيح. فده بنحبها طبعا لك وللبرنامج، وإنها هي بتتلقى منه معلومات أكيد مفيدة بالنسبة لها، بتسمع كلام، لأنه أغلب المرضى مشكلتهم إنهم هم ما بيسمعوا الدكاترة بيقولوا، والدكاترة هم يمكن ما بيقولوا كميات كافية من الكلام. صحيح. أي فهي دايره تسمع ودايره تعرف، دايره تطمئن دايره توريها انه هي لو وقفت علاجها ده بيحصل شنو. الغده الدرقيه طبعا الخامله بالذات هي مرض مزمن، علاجه مدى الحياه، عشان كده يمكن العيانين شويه بيحاولوا بيكسلوا من العلاجات. واحده من اسباب من الادويه اللي بتعمل ضربات الثايروكسين، واحد من الادويه اللي بتعمل ضربات لما ناخده للعلاج ما بيعمل ضربات، ما بيعمل مشاكل، لكن لو الهرمون بتاعنا زاد عن الحد الطبيعي فبيبقى الضربات.
ده بالنسبه للغده، بالنسبه للمشاكل هي قالت بتجيها ضربات من غير اي مجهود، فده يدل على انه في مشكله في خلل، في خلل في الهرمونات بتاعتها، محتاجه تلاقي. نديكي كريت قبل اخذنا دكتوره ساره، ما في اي مشكله في الجانب بتاع الباطنيه ده، تشوف التفاصيل كلها وان شاء الله لو احتاجت لاي واحد من اخواننا الباقيين ما في مشكله حبايبي. تمام، معانا ام احمد. ام احمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور وليد، كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. وانت بألف خير وعافية ان شاء الله، انتم كويسين وصحتكم تمام حبايبي. الله يخليك يا دكتور. معلش انا دكتورة سارة استشير، والله لما امشي مشوار طويل بتجيني كده كتمة في صدري. مشوار طويل قدر شنو؟ بتقدري تحدديه؟ مشوار طويل قدر شنو؟ بتقدري تحدديه كم؟ 30 متر 40 متر، يعني بحيث ان انا ما بوصل مسافة عشان اريح نفسي ما بتواصل. ده مشوار بسيط. طيب بالنسبه للسلم تقدر تطلع سلم؟ لا ما بقدر، يعني بكون تعبانه جد. عمري كم سنه؟ 42. وزنك كيف؟ لانه والله وزني 86. اها، طبعا بنعتمد على الطول برضه. هل انت يعني وزنك زايد ولا عادي؟ 86 دي ممكن تكون لزول طويل عاديه، لكن انا بتكلم عن لياقتك. هل انت بتتحركي كويس اصلا ولا لا؟ حركتي ما كويسه، ما كنت على كل لياقتي، تعبان وانا في حاله تعب على طول، يعني من سرير لسرير ما قادر اعمل حاجات بيتي كامله. اها، طيب بيجيكي ثاني ضيق بالليل وانت نايمه؟ نعم. وانت نايمه بتصحي من النوم متضايقه؟ يعني كده ما بكون مرتاحه في النوم وبتقلب كثير. قلق اكثر من انه ضيق في النفس؟ يعني ما برتاحه، ما بقدر ارقد على جهه واحده، بكون جهتين كده انا ممكن اكون بتقلب. بتزيدي المخدات بالليل عن عادتك الزمان مثلا؟ لا عادتي اصلا بدي المخده وبنوم بكون مرتاحه لما الادميه شويه عاليه. دي عادتك اصلا ولا هسه مثلا جديد بقيت تزيديها؟ لا لا دي عاده طبيعيه عندي، انا بكون ثانيه المخده وبنوم عليها. ما بتحسي انك عايزه تصنقر على حيلك عشان تحسي انه النفس بتاعك مرتاح؟ مره كده لا، بس كده قمت نفس حتى تحسي اني ارتحت. حتى تحسي انك ما بتجيك قحه بالليل؟ قحه والله مره ما خالص، ما مزعجه. طيب رايك شنو، احنا نديكي كارت تقابلي اخوتنا دكتورة أيوة سارة في العيادة بتاعتها الخاصة مجانا ان شاء الله. انا في الدمازين. ها؟ في الدمازين. انا في الدمازين. انت في الدمازين. بتجيكي ورم في رجولك؟ والله لا ورم عادي، يعني لا اكون صنقرت مشوار طويل. طيب نجاوب على اسئلتك ان شاء الله. تمام، المهم لو احتجتي ان شاء الله هو نديكي كارت. جاية ان شاء الله بعد العيد يا دكتور. خلاص، قلت لي اسمك تحت محمد محمود، اسمك بالكامل ان شاء الله ما في اي مشكله، مجانا تقابل اخوتنا دكتوره سارة. تمام، الله يخليك، السلام ان شاء الله. طبعا هي من الاعراض اللي عندها اعراض نقدر نقول عليها مفتوحه كذا، يعني ما حاجه ما حاجة محدده واضحه، فدايره شويه اجتهاد في الاسئله، لانه دي من اللي هو برضه النساء عندنا هنا بمساله الرياضه في رياضة تعبانين فيها شوية، فهم بيفتكروا انه شغل البيت والحركه ده رياضه، ده ما رياضه طبعا. لانه اقل سلم ممكن يقوم نفس اضعف، يعني زول صحيح ممكن يقوم نفسه، فبفتكر انه الرياضه والحركه والمشي، المشي السريع الهروله لدرجه انه الزول لما يمشي نفسه يقوم ضرباته تزيد ويعرق، يحرق. ده هو الحاجة، الرياضة الصح. الرياضة الصح. المشي طبعا في حاجة اسمها مشي داخل المنزل. طبعا اليوتيوب والحاجات دي ما خلت أي حاجة، في حاجة اسمها مشي داخل المنزل. على فكرة هو مفيد أكتر من المشي خارج المنزل. بس المشي خارج المنزل طبعا عشان الهواء النقي وكذا بيجدد نفسية الواحد. منزل يجدد نفسية لكن ما رياضة. لكن ما الرياضة. عشان أنا شغالة والله يا دكتور، بيخش من المطبخ وسوق في العيال، ودي الرياضه حقتي. هم ذاتهم في البيت ممكن تعمل المشي داخل الغرفه، داخل الغرفه تشغيلها حتى من غير مشايه، من غير جهاز، اسمه المشي داخل المنزل. تفتحي في الغنى، في اي غنى في اليوتيوب بتلقاه، حاجه مفيده جدا. بتحسن اللياقه، بتخلي الاعراض المبهمه زي ما عنده ضيق بجيني وما بقدر وقلق واقل 30 40 متر، دي مشوار بسيط جدا. بيقوم نفسي، معناه اللياقه بتاعتها تعبانه جدا. ممكن طبعا يكون مؤشر لمرض، نحن ما حنقدر نستخلصه في الدقائق دي. فدايره دايره تاريخ مرضي اكثر، ودايره أيوة. كشف سريري، وكما قال استاذنا المرحوم بروفيسور الضو مختار، يعني لا تشخيص او علاج الا والجسد حاضر. نسمع منه. موجه زيك. وعليكم السلام. يا موجه لو رفعت لنا صوتك كان احنا نكون شاكرين ومقدرين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حبابك نحن ودكتورة سارة بنسلم عليك. علينا وعليك. تفضل يا مهجة. عايز اسال الدكتورة.
ايوه اتفضلي. انا بس عندي ضربات بتاعت القلب بالليل. ضربات بالليل؟ بالليل بالليل بس بكون نايمه اكتب بقوم بالزيت وبقوم من السرير فالا كده استفرغ عشان احس نفسي شويه. اها انت بتتعشي وتنومي؟ بتعشي وبتحرك شويه كده وبنوم. بتنومي طيب ولازم تستفرغي حتى تحسي بارتياح؟ اي الا استفرغ عشان احس بارتياح. طيب عمرك كم سنه؟ صغيرة 23. طيب عندك بتجيك حموضه او حرقان؟ ما احيانا ما على طول. ما على طول. طيب ان شاء الله نجاوب عليك. طيب تمام. انت صغيره اول حاجه في العمر والناس الصغار عادة يعني مشاكلهم ما كثيرة لكن خلي دكتورة سارة مزوجة انت؟ لا عادي طيب كويس نخلي 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 دكتورة سارة تجاوبك ما في حاجة. صراحة من المشاكل اللي عند الشباب الناس اللي في عمر 20 23 اكثر التوتر. توتر التوتر بسبب ضربات الناس اللي في الجامعة والقراية وطبعا الوضع بقى ما زي زمان يعني ما سهل فبواجهوا صعوبات كثيرة شديدة صراحة. ثاني حاجة هي كلامها كان مربوط ببعض انه انا بجيني الا استفرغ فاحتمال انه يكون في ارتجاع احتمال عالي جدا انه يكون عندها ارتجاع في المريء فنحن زي ما قلت لك اهم حاجة نستبعد حاجة في القلب يعني افضل انك انت تشخص حاجة غلط في المعدة ما تشخص حاجة غلط او تتناسى حاجة في القلب نستبعد امراض القلب تماما نعمل الرسم نعمل الحاجات اللي بنعملها نقول انه ما في حاجة في القلب نقول ما في حاجة في القلب نظيف او ده توتر او حتى لو في ضربات زايدة نحاول نعالجها ممكن هي الاستفراغ من كثرة الضربات بريحها ممكن يكون المرض ذاته في القلب لكن غالبا بما انها هي تستفرغ حتى ترتاح وهي بتتعشى وتنوم طبعا دي برضو من المشاكل ان الناس افضل انك انت تاخد اقل حاجة ساعتين حتى تنوم بعد العشاء وافضل حاجة انك تتعشى بدري وتنوم بدري طبعا السهر والتلفونات وكل الحاجات مشكلة بتعمل كبيرة خالص توتر خالص. كبير جدا جدا اقل حاجة ممكن الزول يخش في توتر بس برسالة او بخبر بيونس في التلفون بيونس في التلفون او بخبر يقراه ويزعجه لازم هي تشوف طبيب نشوف انسان كان عنده ارتجاع ما عنده ارتجاع هل دي مشكله بس في القلب احنا نحددها نشخصها نديها العلاج ودائما العلاج سهل جدا طبعا الناس الصغار. طيب دكتوره ساره يمكن احنا زماننا باقي لنا زي 3 دقائق ونحن لسه في كلام كثير ما قلنا بس انا عندي دايرين نتكلم عن الجزئيه المهمه الناس دي تاخذ علاج متين. ايوه مهم شديد انه الناس تاخذ العلاج بتاعها بالطريقه اول حاجه قلنا تقابل الطبيب بتاعها تمام عشان هو اللي يحدد هل هو بيقدر يسمه ولا لا العلاجات بتتقسم ولا لا بناخد العلاجات اللي هي بنقول عليها طويلة المدى اللي بتتاخد مرة واحدة بعد الإفطار مباشرة أو قبل السحور بنحب إنه ناخد المدررات دائما بعد الإفطار عشان الزول يكون عنده مساحة إنه يمشي الحمام ويكون السوائل اللي أخذها كتير دي يحاول يتخلص منها. بالنسبة للأدوية المسيلة للدم مثلا الناس اللي بياخدوا جرعتين في اليوم نفضل إنهم يعني ما عنده علاقة بالامراض ما ي... ما ي... ما ي... ما يصوموا لانه دي جرعتين في اليوم جرعتين في اليوم ما يصوم مسيل في مسيلات الدم مسيلات أيوة. الدم لو بياخذ جرعتين افضل انه ما يصوم تمام. لكن لو الورفرين طبعا الورفرين دائما بتاخذ جرعه واحده كل المرضى بيعرفوه ما عنده مشكله انه زول يصوم به مباشره العلاجات اللي بتنزل الضغط زي حبوب الضغط علاجات العضله ذاتها في انواع منها بتنزل الضغط فنحن نفضل انه الزول لو بيقدر ياخذها كلها بعد الافطار او نقسمها له بعد الافطار وبعد العشاء افضل بعد ذاك الزول يكون مراقب الضغط بتاعه حس باي اعراض حس باي توعك مفروض انه يوقف الصيام يعني الزول لو اثناء النهار او هو اخذ علاجاته قبل السحور وصام حس باي توعك حتى لو خفيف افضل انه يفطر بعد ذاك يواصل يمشي للطبيب يواصل الطبيب بتاعه يعمل الفحوصات اللازمه يعمل التشيك بتاعه قبل الصيام قبل ما يجي رمضان اغلب المرضى هم عارفين بيجوا يعملوا فحوصات الكلى فحوصات الدم فحوصات السيوله كلها يعملوا لها تشيك يقابلوا الطبيب المختص حصلت اي حاجه اثناء الصيام يرجعوا للطبيب مره ثانيه. طيب يعني دي بالنسبه للادويه او كده بالنسبه للناس اللي بيكون عندهم عاده يعني مشاكل كانت يعني كان راقد قبل كده في عنايه مكثفه سوري في سي سي يو او كده بسبب انه عنده مشاكل في القلب او كده وطلع منها هل ده بيصوم ولا ما بيصوم؟ لانه الناس الكبار عاده عندهم مشكله لو ما سمع ما تصوم دي صح. دي مشكلة أي زول طالع من عملية بتاعت قلب أو عملية بتاعت قلب مفتوح يعني أخطر العمليات عملية القلب المفتوح نعم. طالع من عملية طالع من عناية مكثفة أفضل إنه ما يصوم أقل حاجة 3 شهور
ثلاثة شهور حتى بعدك نقيم وضعه ونشوفه هل هو بيقدر يصوم ولا لا. طبعا عندنا مشاكل الصمامات عموما برضو، الصمامات المشاكل الشديدة فيها بنفضل انه العيان ما يصوم الا يكون مشاكل بسيطة. طيب عندنا في صفحتنا على الفيسبوك الحكيم مع دكتور وليد، ودكتورة سارة ان شاء الله تجاوب تخش وتجاوب لكم على الاسئلة دي بعد من بعد التراويح اذا الله ادانا عافية، لكن نحاول ناخذ بعض الاسئلة المهمة. ام سماح قلت لك هي عندها ضغط لها 25 سنة والضغط بتاعه بس ما مظبط، يعني في الفترة الأخيرة دي كان يعني دائما بيكون الجرايات بتاعته أكثر من 160 على 100 وبرضه لسه ما مظبوط، هل تصوم ولا ما تصوم؟ أفضل إنها ما تصوم، أي مرض ما مستقر ما واصل لتشخيص معين أو علاج معين واضح أفضل إنه ما يصوم. طيب سؤال تاني من عباس، عباس قال إنه هو عنده مشكلة بتاعت شرايين وعمل له قسطرة مرة تشخيصية ومرة علاجية، الكلام ده قبل سنة لكن بعد ذاك أموره كانت كويسة، الناس بيقولوا له تم المفروض تصوم، هل يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم عادي ما في أي مشكلة، أي قسطرة عدى عليها أي ذبحة عدى عليها 3 شهور الإنسان يصوم عادي، يضبط العلاجات مع الدكتور بتاعه يعرف كيف يأخذها بس. طيب كويس، الأسئلة كثيرة على صفحتنا على الفيسبوك لكن يمكن زمننا، إن شاء الله دكتورة سارة تحاول تجاوبكم على أسئلتكم كلها على الصفحة. ونهاية هذه الحلقة دكتورة سارة يعني محمد موسى اختصاص الباطنية والقلب، كنت ضيفة عزيزة علينا، كتر خيرك وأنا شاكر ومقدر. والله شكرا لكم كثير، الزمن مرة سريع صراحة، في كمية من المعلومات الواحد داري وصلها، فان شاء الله نرد على كل الاسئله ونلتقي ان شاء الله في حلقات قادمه، يمكن ان شاء الله حلقاتنا على القلب وعن مشاكل القلب والشرايين ومشاكل ارتفاع يعني مشاكل ارتفاع ضغط الدم، ان شاء الله دكتوره ساره حتكون معنا حاضره ودكتور عوض عبد الله حيكون حاضر ودكتور انس البدوي طيله هذا الشهر الكريم. انا شاكر لك جدا دكتوره ساره، كثر خيرك وانت عزيز المشاهد، نتمنى دوما الصحة والعافية لأنهما وشاح وتاج، كل يبحث عن الصحة والعافية، يا ريت نحافظ على صحتنا وعافيتنا، والمحافظة دي بتكون من خلال المعرفة، لأن المعرفة هي أقصر الطرق للوقاية وللعلاج. إلى أن نلتقي باكر إذا كان في العمر بقية، تقبلوا الفريق العامل، في أمان الله.